للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلينا من دبي كبير استراتيجي الأسواق في ثينك ماركت سيد محمد زيدان. أهلا وسهلا بك سيد محمد معنا على سكاي نيوز عربية مجددا. نبدأ من أيضا ما انتهى به التقرير، شهدنا نوعا ما فتور في الدولار خلال الفترة الماضية، لكن أيضا مع بداية العام بعد الخسائر التي سجلناها على مدار 3 أسابيع نعود اليوم لتقليص هذه الخسائر ونعوض حوالي نصف هذه الخسائر، هل هو تصحيح فقط أم اتجاه جديد؟ لا، هو تصحيح وعملات جني أرباح، وكانت لحد ما متوقعة بعد وصول أغلب العملات الرئيسية زي اليورو الدولار إلى مستويات أعلى مستوياتها في 2017. فبالتالي إحنا شايفين أن الدولار أمريكي حقق بعض المكاسب، بالإضافة أن مثلا اللي كمان ساعد أن الأسواق تاخد أرباحها دولار أمريكي البيانات اللي قد تكون إيجابية في الشكل ولكن في المضمون سلبية على أوروبا. إحنا مثلا شفنا البطالة الأوروبية انخفضت 8.7% ولكن معدلات نمو الأجور انخفضت من 2.1% ل 1.6%. فبالتالي الاسواق شافت دي مبررات كافيه على الاجل القصير، يعني احنا نشوف بيانات على الاقتصاد الامريكي اقوى بكثير من نظيراتها الاسواق الاخرى، فشافت ان الارباح يعني وقت مناسب لجني ارباح مع بدايه العام. وممكن نشوف على اليورو دولار مثلا مستويات ال 1.1860 في الاجل القصير ده. بالنسبه للين، يعني اليوم كانت هي الرساله الواضحه يمكن من البنك المركزي، قلل من مشترياته بالنسبه للسندات على المدى الطويل، ايضا اليلد كيرف واللي هو يعني منحنى العوائد عاد ايضا لمرحله الفتور من الممكن الحديث عنها. هل نحن ايضا من جديد، هل انتهت ارتفاعات الدولار مقابل الين خلال الفتره المقبله في ظل ايضا انه التراجع الذي شهدناه اليوم في المشتريات هو اول تراجع منذ العام 2012؟ صحيح، هو الحركه اللي اتخذها البنك المركزي الياباني بيدي يعني بيدي امال الاسواق ان ممكن يبدا تقليص السياسه التحفيزيه بتاعتهم في الفتره القريبه، ولكن لا، احنا هنشوف مستويات الدولار مقابل الين عند ال 114 فرص اقوى ان احنا ممكن نخش عمليات بيع. هو عامه الدولار قوته امام العملات اغلب العملات ومنها الين هي لحد ما شايفين انها قوه مؤقته وليست دائمه، ولكن هنرجع نشوف ين قوي وهنرجع نشوف امام الدولار ونرجع نشوف دولار ضعيف بشكل عام امام اغلب العملات. لا، احنا شايفين انها حتى لو كانت رساله من البنك المركزي ولكن هيستمر طويلا لغايه ما نشوف تحسن فعلي في نمو التضخم بتاعهم او تحسن مع سوق العمل كويس ولكن ارتفاع معدلات الاجور ونفس الوقت كمان نشوف تضخم. غير كده ما اعتقدش ان البنك المركزي الياباني هياخد اجراءات سريعه من ناحيه تخفيض السياسه النقديه التحفيزيه بتاعته. هل هناك مستويات مستهدفه دون مستويات ال 110 للدولار مقابل الين؟ اسف معلش، هل هناك مستويات مستهدفه دون ال 110 بالنسبه للدولار مقابل الين؟ على الاجل الطويل احنا شايفين ال 108 هو ممكن يكون على مثلا نقول على الاطار الزمني الاسبوعي في التحليل الفني نشوف مستويات ال 108، ولكن على الشورت تيرم احنا شايفين 114 وممكن تكون مراكز تكتذب رؤوس الاموال لعمليات بيع وشراء الين. بالنسبه لاسعار ايضا الذهب، وبدانا العام بارتفاعات واضحه وحتى التعويض الذي شهدناه خلال نهايه العام الماضي مستقرين فعليا بشكل كبير في مستويات 1300، هل بعيدون عن مستويات ال 4000 او ال 1400 دولار قريبا؟ احنا نخش تصحيح 1400 دولار احنا نقول خلال السنه بعد فتره يعني ممكن نقعد 3 او 6 شهور لغايه ما نشوفها، ولكن شايفين ان الذهب من يعني من المنطقي ان هو ينزل لغايه من المستويات اللي وصل لها لغايه 1285 1300 دي مستوى الدعم. ممكن يحصل بعديها ارتفاعات بسيطه وممكن نشوف 1260، ولكن 1400 كده في كل الاحوال احنا منتظرينها 1420 يعتبر الاتجاه العام للذهب هو اتجاه صاعد بغض النظر عن الايام اللي شفناها في عمليات بيع عليه. بالنسبة لي أنتقل معك بالنسبة للبيتكوين، البيتكوين يوم أمس كانت أيضا أحد أسوأ الأيام بالنسبة لهذا العام، على الأقل انخفضنا بحوالي تقريبا 6%، ومن ثم عدنا لنعوض بعض هذه التراجعات، اليوم أيضا من جديد نعود للتراجع، هل نستمر بالتصحيح أيضا بالنسبة للبيتكوين؟ ومقابلها شهدنا لازال لدينا أيضا الريبل وغيرها من العملات لازالت في تراجع، هل انتهت هذه الفورة من الارتفاعات؟ من الواضح ان الفتره الاخيره بقينا نلاحظ زخم بائع قوي. هي الاخبار السيئه على البيتكوين ما كانتش امبارح، انا اتوقع انها تستمر فتره اكبر. احنا شايفين البيتكوين عنده دعم قوي عند ال 12000، بكسرها ممكن نشوف مستويات تحت ال 10000. لا اعتقد دلوقتي في اسئله كتيره على ناحيه العملات الرقميه. بغض النظر عن الريبل اسعاره ممكن توصل كام، لان الريبل ما زال بيقدم تكنولوجيا مفيده للقطاع المصرفي، ولكن البيتكوين في حد ذاته
انا متوقع سلبيه هنشوفها، وخاصه لو تجاوز ال 12000. 12000 هو الهدف الاولاني، لو قدر يكسرها هنشوف بعديها 8000 وارقام قد تكون مخيفه للاسواق. الصعود بالوتيره الخرافيه اللي شفناها 2017 ما توقعش انها تتكرر، يعني هي الفرصه ما بتكونش مفتوحه لفترات طويله. هنرجع لسوق عادي في عرض وطلب، في لو في ارتفاعات هتكون ارتفاعات متناسبه مع عوائد السوق بشكل عام، بس مش هنشوف العوائد القويه اللي بنشوفها. ممكن في عمله جديده نشأة تطلع تحقق عوائد كبيره، ولكن العملات الرئيسيه او التوب 10 لا، هنشوف وتيرتهم هتكون متوازنه شويه. اشكر حضورك معنا اليوم كبير استراتيجي الاسواق في Think Markets السيد محمد زيدان، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك. العالم يتغير والتغيرات